إيثان، إيثان قومي شوفي تليفونك. كرام رح يخنقني بمنامي حتى. هاد مو كرم يلي عم يتصل، هاد رقم غريب. أسيل حياة وينها؟ ألو؟ إيه أنا رفيقتها. وين وكيف؟ بأي مشفى هي؟ تمام جايين فورا. احكي شوفي. حياة عاملة حادث سيارة وهي بالمستشفى هلا. كيف يعني؟ إمتى طلعتي من البيت من دون ما نحس؟ ما لقيت المفاتيح، كنت حاططن هون. دوري على مهلك، بجوز مو حاططين هون، دوري بالدرج منيح. مانن هون. بس دقيقة، ما تكون حياة أخذت السيارة وطلعت. يا الله حياة، شو عملتي هلا يا ربي؟ امشي يلا. مرحبا يا أنسة، حياة رفيقتي عاملة حادث. حياة أوزون، وينها؟ بأي أوضة؟ أوضة 1450. لك حياة شو عملتي؟ حياة يا روحي أنتي شو صار؟ أهلين مراد بك. أهلين. بدي خبرك إنه اتصلنا مع كل مدراء أعمال المودلز يا أستاذ. وشو النتيجة؟ النتيجة إنه الكل قاتلين حالهم لحتى يكونوا الوش الإعلاني للشركة، بس لأنه نحن بنص الموسم كلهم متفقين بعقود. إيه دبروا شي حدا ماله معروف. الوجه الإعلاني غير معروف حول، ومصممين مشروع الشمولية طالبين اجتماع منك. لبعد يوم التنين. بعد التنين الموعد حول. أي أستاذ، وحياة خانم بتحب تزورها شخصياً بالمشفى ولا بنبعت ورد بكفي؟ ليش شو صاير لها؟ فكرتك بتعرف بالموضوع. حياة مبارح المساء عملت حادث بالسيارة. شو؟ وهي بالمشفى. صار لها شي؟ هي منيحة؟ والله أنا ما بعرف شي، رفيقتها اتصلت فيني وخبرتني إنه اليوم ما رح تقدر تجي على الشغل وسجلت الرقم. أنا كرم أعطيني المفتاح. جوات السيارة بدك إجي معك؟ لا ما في داعي تجي معي، بدي روح لحالي. خير إن شاء الله، بس ما يكون صاير معه شي خطير. مرحبا، في صبية جابوها امبارح، اسمها مراد بيك. خلص أنا رح أخده لعند المريضة. تمام. حضرتك جاي لتشوف حياة مو هيك؟ ايه طبعا، كيف وضعها هلا؟ والله عم تحاول تكون أحسن، يعني كان ممكن تصير شغلات أبشع من هيك بكتير. الله تلطف فيها. وكيف صار الحادث؟ هي من مبارح ما كانت رايقة بنوم، نحن ونايمين أخذت مفتاح السيارة وطلعت من البيت وما منعرف لوين، وهي وراجعة عملت الحادث. روح لف على اليسار، الأوضة رقم 1450. تمام. أنا لازم خلص هالوراق اللي معي. شكراً لك.